النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لمملكتنا، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية. اليوم الطقس كان حار في أغلب مناطق المملكة، درجات الحرارة كانت أعلى من معدلات بحدود 10 إلى 12 درجة مئوية. سجلت تقريبا درجة الحرارة العظمى في شرقي العاصمة حوالي 38 درجة مئوية، في غربي العاصمة في الأحياء المرتفعة تقريبا 34، وما بينهما في متوسط درجات الحرارة، في حين أن مناطق الأغوار سجلت درجات الحرارة في بعض محطات الرصد الجوي ما يتجاوز 45 درجة مئوية مع طقس مرهق وشديد الحرارة. ظهرت بعض السحب والغيوم المتوسطة والعالية غير الممطرة في مناطق المملكة، وهذا ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية، والتي أيضا أشارت لابتعاد السحب الركامية الرعدية التي أثرت خلال اليومين الماضيين على المناطق الجنوبية للمملكة، ابتعدت أكثر إلى مناطق المملكة العربية السعودية، وهذا كان متوقعا يوم أمس. إنما نتوقع غدا عودة هذه الحزم من السحب الركامية الرعدية نحو المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. جمهورية مصر تتأثر بأحوال جوية نادرة بعض الشيء، سحب ركامية رعدية تتشكل في مناطق مختلفة من الجمهورية مسببة أمطارا غزيرة على نحو غير معتاد مثل هذا الوقت من العام في تلك المناطق، ولكن ذلك متصادف مع ارتفاع في درجات الحرارة. هذه الأحوال الجوية طبعا تسيطر على المنطقة، ناتجة أول شيء عن اندفاع لكتلة هوائية حارة في طبقات الجو السفلى ذات درجات حرارة أعلى بكثير من معدلاتها، كما نلاحظ اللون الأحمر الداكن ينم على ارتفاع درجات حرارة هذا اليوم. غدا الاثنين كما تلاحظون معظم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة شديدة الحرارة في بعض المناطق التي تفرض سيطرتها غدا الاثنين على معظم مناطق شرق البحر المتوسط، وهذه خريطة يوم الثلاثاء تبقى نفس الشيء، لا تغيير كبير يذكر على الأحوال الجوية المتوقعة ما بين الاثنين والثلاثاء. بالنسبة لخرائط درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، هذا اللون يشير إلى انخفاض بشكل نسبي على درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، تصادف هذا الهواء البارد مع ذلك الهواء الساخن الذي أشرنا عليه قبل قليل يؤدي إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي. كما لاحظنا خلال الأيام الماضية كانت هذه الأحوال الجوية الباردة في طبقات الجو العليا أقرب منها إلى المملكة مما كانت عليه اليوم، مما أدى إلى هطول بحمد الله بعض الأمطار في المناطق الجنوبية من المملكة يومي الجمعة والسبت، وتراجعت الفرصة اليوم الأحد. لكن غدا كما تلاحظون يندفع الهواء البارد من جديد نحو مناطق جنوب المملكة، وبالتالي تسترجع غدا حالة الاستقرار الجوي بعض الشيء من شدتها في المناطق الجنوبية من المملكة، وبالتالي تعود مرة أخرى فرص هطول الأمطار الرعدية في هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. على الجانب الآخر، هذه خرائط توقعات الرياح. يتمركز غدا الاثنين منخفض جوي في منطقة العراق، وهو منخفض جوي يسمى منخفض جوي حراري، وتندفع على إثر رياح شمالية إلى شمالية شرقية تكون ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة، ربما تصحب بعض الهبات القوية تثير الغبار والموجات الغبارية في المناطق بادية الشام وتلك الحدودية ما بين سوريا والعراق، ولاحقا تنتقل هذه الرياح المغبرة مع ساعات المساء والليل. كما تلاحظون هذا هو اللون الأحمر يشير الغبار لتدخل إلى المملكة مع ساعات مساء الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء. لذا نتوقع أن غدا الطقس يتحول تدريجيا ليصبح مغبر، وليلة الاثنين على الثلاثاء يتوقع أن تصل المملكة موجات غبارية ترتفع بها نسب الغبار بشكل واضح في الأجواء كما تتنى مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وتصبح على شكل موجات غبارية مندفعة على المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء تعاود والرياح من نشاط من جديد في نفس المنطقة مسببة المزيد من تدفق الموجات الغبارية باتجاه المملكة، ذلك متصادف مع الحر، وبالتالي الطقس سيكون مزعج للغاية يوم الثلاثاء، طقس مغبر وحار في ذات السياق، فيعني متوقع أن يكون طقس مزعج خاصة يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. توقعات الهطولات المطرية، إذا اليوم كما لاحظنا تركزت الهطولات المطرية على مناطق مرتفعات تبوك خارج نطاق المملكة، لكن إذا ما ذهبنا إلى نهار يوم غدا الاثنين نهارا يتوقع أن تمتد بعض الزخات الرعدية
من الأمطار نحو المناطق الجنوبية من المملكة، تكون على شكل زخات عشوائية هي ناتجة عن تشكل لما يسمى بسحب ركامية رعدية التي تتسم بأنها عشوائية الطابع، لا يمنع أن تكون غزيرة ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة، مما يؤدي إلى جريان الأودية في بعض مناطق وتشكل السيول. كما أيضا تسبق هذه الرياح، هذه الغيوم برياح شديدة تعمل على تشكل عواصف ترابية في محيط هذه السحب وتنتقل على شكل عواصف ترابية جدارية للمناطق المحيطة، وبالتالي حتى المناطق الجنوبية المملكة بالرغم من بعدها عن مصدر الغبار الأساسي المتوقع غدا في الأراضي السورية تبقى معرضة لتتعرض لأجواء مغبرة نتيجة هذه السحب الركامية الرعدية بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى توقعات الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين، هذه السمة الأساسية استمرار اندفاع الكتلة الحارة باتجاه أغلب مناطق بلاد الشام، منخفض جوي متمركز على الأراضي العراقية يسمى منخفض حراري أي أنه يجلب الأجواء الحارة، واندفاع للرياح شمالية شرقية على الأراضي السورية والصحراء السورية وبادية الشام مسببة أجواء مغبرة قادمة نحو المملكة على شكل موجات وعلى فترات يومي الاثنين والثلاثاء. عودة إلى الطقس هذه الليلة، يبقى الطقس هذه الليلة بشكل عام دافئ على نحو غير معتاد ولافت في ساعات الليل، درجات الحرارة الصغرى تكون في العاصمة عمان فقط 26 درجة مئوية. بالمناسبة درجة الحرارة الصغرى عندما نكون في العاصمة عمان 26 درجة مئوية هي درجة الحرارة المتوقعة في ساعات الليل ووقت السحور، وهي تكون تقريبا قريبة من معدل درجات الحرارة المعتاد عليها في العاصمة عمان في ساعات النهار، فالفرق كبير في الأجواء المعتاد عليها وغير والسائدة حاليا في المملكة. طبعا الجلوس في الجلسات الخارجية أو في شرفات المنزل هو أمر جيد، ولكن ندعوكم كما دعوناكم يوم أمس على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتباه من انتشار الحشرات والأفاعي والزواحف بسبب خروجها بسبب هذه الموجات الحارة. وللعلم وصلنا العديد من الفيديوهات على صفحة طقس عرب على الموقع الفيسبوك لأفاعي وحشرات تم ضبطها في شرفات ومناطق حول المنازل، وذلك طبعا ما نمو هناك الأمطار غزيرة وارتفاع على درجات الحرارة يحفز هذه الحيوانات على الخروج، وبالتالي ندعوكم إلى الانتباه بشدة بشأن هذه الأحوال الجوية. غدا نهارا طقس سيكون في بداية النهار ربما يكون غالبا صافي مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية، ولكن سرعان ما يتحول ليصبح مغبر مع ساعات العصر والمساء، مع وقت الإفطار تكون درجة الحرارة 33 درجة مئوية مع أجواء مغبرة، والجلوس في الخارج يعتمد على المنطقة لكن قد يكون سيء بسبب ارتفاع نسب الغبار في الأجواء بمشيئة الله تعالى. دعونا نستعرض الأجواء ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصورة الليلة القادمة، الليلة التي تري القادمة في بعض مناطق المملكة. نبدأها في شمالا في محافظة إربد تكون من 38 إلى 25 وأجواء كما تصبح مغبرة عصرا ومساء، 36 إلى 28 في جرش، 36 إلى 27 في عجلون، وفي المفرق من 37 إلى 24 درجة مئوية. في العاصمة عمان غدا في كمتوسط درجة حرارة 36 إلى 27 تكون في شرقي العاصمة تقريبا حوالي 38 درجة مئوية، وفي غربي العاصمة بين 34 إلى 35، في السلط من 38 إلى 29، في مأدبة من 37 إلى 27، في الزرقاء من 37 إلى 26، والأجواء غدا مهيئة تصبح مغبرة مع ساعات العصر والمساء. أما في مناطق الأغوار فيستمر الطقس شديد الحرارة بشكل لافت، وتسجل درجة الحرارة في البحر الميت غدا العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة، والطقس يكون حار للغاية في مناطق الأغوار. غدا الكرك 33 إلى 25، في الطفيلة من 35 إلى 26، في العام من 36 إلى 22 درجة مئوية، في جبال الأشرار من 34 إلى 26، أما في خليج العقبة فترتفع درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض إلى 31، وتعود غدا مع ساعات ما بعد الظهر والعصر والمساء فرص هطول زخات رعدية من الأمطار، وتجدر الانتباه لها خاصة في مناطق الأودية وفي مناطق الأودية قد تجري بها السيول. في أرويشد غدا 37 إلى 21، في الصفاوي 38 إلى 22، أما في الأزرق فهي من 40 إلى 25 درجة مئوية درجة حرارة الصغرى المتوقعة غدا في الأزرق. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة، إذا 36 إلى 27 الاثنين طقس يبقى مغبر إجمالا يوم الثلاثاء، وتبقى حرارة على ما هي عليه 36 إلى 26 كمعدل في العاصمة عمان، ولا تغيير يوم الأربعاء من 36 إلى 26 درجة مئوية، واستمرار لهذه الموجة الحارة حتى إشعار آخر. تنبيهات هامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة، الأمر الأول هو يوصى بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر في أغلب المناطق، ولكن تحديدا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. الأمر الآخر هو ينصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات بعد الإفطار
وقبل السحور تحذيرا لهذه الموجات الحارة. أيضا ينصح بعدم ترك علب المعقمات في المركبات داخل سياراتكم بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد والذي قد يؤدي إلى انفجارها في بعض الأحيان بسبب الحرارة العالية جدا. كما ينصح بالابتعاد عن مجال الأودية والشعاب بسبب احتمالية تشكل السيول في بعض مناطق جنوب المملكة، ولا يجب الاستهانة بهذا التنبيه بالرغم من الأجواء الحارة. كما ننصح الجميع بإغلاق النوافذ غدا ليلا بسبب ارتفاع نسبة الغبار وكثافته بالأجواء، خاصة لمن يعانون من مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي. وطبعا هذا التنبيه هو بسبب الغبار والموجات الغبارية المتوقعة أنت تصل المملكة مع ساعات مساء غدا الاثنين. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما لا تنسوا تحميل تطبيق تخص العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.